إحنا أوقات منحط أهداف لحياتنا، سواء أهداف كبيرة عشان نحققها أو حتى المهام اليومية الصغيرة اللي لازم نعملها يوم بيوم، ومنلاقي حالنا بعد منحط هاي الأهداف وبعد منحط هاي المهام اليومية البسيطة ما عم ناخد أي خطوات لتحقيقها، أو عادة بناخد الخطوات الأولى اللي كتير بسيطة تجاه هذا الهدف وهاي المهمة، وبعدين ما منكمل وما مننهيها، وبتصير حياتنا عبارة عن مهام كتيرة وأهداف كتيرة مشغول عليها شوي ولكنها كتير بعيدة عن إنها تنتهي. السبب الأكبر اللي بخلينا إنه نبدأ بمهام أو بأهداف ونشتغل عليها شوي وما ننهيها هو المثالية، وإنه نحن منخاف إنه نبدأ بشيء وما نقدر ننهي بأكمل وجه زي ما إحنا متخيلين أو بالصورة المثالية اللي إحنا رسمناها ببالنا. وطبعا بما إنه ما في أي شيء ممكن يكون مثالي، فهذا الشيء بيوقف كتير ناس. العبرة مش إنه بس نبدأ، العبرة إنه كمان ننهي الأشياء اللي منبدأها. مشكلة المثالية أو طلب الكمال هون إنها هي بتكون عقبة لإلنا بإن نحن ننجز مهامنا ونحقق أهدافنا، وهذا الشيء لأنه المثالية بتخلينا نحط أهداف أصلاً كتير أكبر من اللي نحن ممكن نحققها من البداية، عشان هيك بيكون عندنا خوف إنه نحن نشتغل على هاي المهام وننجزها. المثالية كمان بتخلينا نعطي أخطائنا أكبر من حجمها، وبتخلينا نخاف من الخطأ ونخلي الخطأ دليل على إنه نحن لازم نوقف، وكمان المثالية بتخلينا نشوف إنجازاتنا كتير أقل وأصغر من ما هي عليها بالواقع، لأنها ما بتشبه النتيجة الكبيرة المثالية الرائعة الخالية من الأخطاء اللي إحنا حطيناها ببالنا. والمثالية كمان بتخلي إنه مهامنا وأهدافنا اللي إحنا بنحطها كتير أكثر تعقيداً من ما هي عليه أصلاً، يعني بدل ما نخلي الأمور بسيطة ونشتغل عليها ببساطة بتعقدها بزيادة وبتخلي الشغل عليها بخوف وصعب بالنسبة لنا. هاي الأشياء كلها بالتالي بتخلينا نبلش بالأشياء ونوقف وما نكمل. فالحل هون بالتالي هو أنه نحن نتخلص من طلب الكمال والمثالية بشغلنا، لأنه هذا هو الشيء الأساسي اللي عم بوقفنا. عشان نقدر نتخلص على طلب الكمال ووهم المثالية، كملوا هذا الفيديو للآخر، رح أعطيكم نصائح كتير رح تساعدكم من كتاب اسمه فينش. النصيحة الأولى وهي النصيحة اللي لازم نتبناها لما نشتغل على أي شيء، لو كانت مهمة صغيرة يومية زي أني أنظف شغلة، ولا هدف كبير بحياتي أني أوصل لمنصب معين أو أعمل مشروع كبير أو هي بعقليتي. عقليتي بالأول هي اللي حتخليني أنا أنجز المهام إذا ضبطت عقليتي، وعقليتي لازم أخليها تتقبل وتحتضن عدم المثالية، إنه لازم شغلي يكون فيه عدم مثالية، ما في أي شيء بالدنيا مثالي، فأنا أي شيء رح أشتغل عليه رح يكون فيه عدم مثالية، وهذا الشيء طبيعي ولازم أتقبله، ومش بس عندي، عند كل الناس، كل الناس اللي أنا بشوف شغلهم رهيب، وكل الناس اللي أنا بشوف إنه بيطلع معهم شغل بجنن، نفس المعاناة هم عندهم إياها، وعشان يقدروا يطلعوا هذا الشغل ويخلوني أنا من الفانس تبعونه وأنتم من الفانس تبعونه لازم يتقبلوا عدم المثالية. كتير مننا محبوس بقفص المثالية، هذا منفكر إنه نحنا لازم كل شيء نعمله مثالي، أنا لازم لما أشتغل على شيء تكون كل خطوة مدروسة وكل خطوة مثالية وتكون النتيجة مثالية والوقت مثالي وطريقتي مثالية وشكلي مثالي وكل شيء مثالي، ولكن هذا الإشي غير موجود لا عندي ولا عندك ولا عند أي حدا. إذا بدي أستنى أنا إذا بدي أستنى أي فيديو يكون مثالي، عمري ما بنزل فيديو، وعندي كتير فيديوهات ما نزلتها لأنه مش مثالية، بس يعني عم بحاول كتير أشتغل على هذا الموضوع أتغلب عليه، وبدي أساعدكم معاي. يعني أنا عاملة هذا الفيديو إلي وإلكم على فكرة، مش بس إلكم، يعني مش أنا بطلع بنظر، لا help me help you، أو ما دخل win-win مع بعضينا. فلما بنستنى الوقت المثالي والفكرة المثالية والظروف المثالية، اعرف انك انت رح تستنى للأبد، لأنه ما في أي شيء مثالي، لا عمر الوقت حيكون مثالي، ولا الفرصة مثالية، ولا شكلك مثالي، ولا الجو مثالي، ولا ظروفك مثالية. فإذا ما رح تبدأ هلأ ورح تضلك تأجل بأنك تاخد خطوات تجاه أهدافك ومهامك، رح تستنى كتير، ومش بس رح تستنى كتير، عمرك ما رح تعملها. فالأحسن هون بدل ما أقول لحالي بدي أبدأ بفكرة مثالية أو بدي أعمل شغلة مثالية أو مشروع مثالي، هو أني أبدأ بفكرة جيدة good enough وأحسن فيها مع الوقت. والله أسهل، على الأقل بتحس حالك عم تعمل إشي، والله جد يعني simple الحياة طلعت، والله واو عن جد. لما نتبنى هاي العقلية منصير نحس انه اوكي انا ببدأ بشي منيح وبعمل وبعطي احسن ما عندي، ولكن اكيد حشوف اخطاء واكيد حشوف اشياء يي بدها تحسين، وياريتني ما قلت هيك، وياريتني ما عملت هيك، وياريتني عملتها بهاي الطريقة. بس اسهل اني اشوف الموضوع كيف ماشي واقول اوكي بدي اضبط هون وهون، وكل مرة اضبط شوي شوي،
ومهما زبطت مش حوصل للمثالية برضو، يعني مش حنضحك على بعضينا وحنكون واقعيين، ولكن بيكون في فرصة أكبر إن نحن نحسن، لأنه إحنا بدأنا مش قاعدين نستنى مثالية. إذا رح تتبنى عقلية تقبل عدم المثالية، رح تكتشف إنه الأخطاء اللي بتظهر لك بالطريق ما رح تقتلك أبداً، ما حتموت ولا رح تقتل هدفك ولا رح تدمرك، ولكنها هي مجرد أخطاء ورح أتعلم منها ورح أحسن بكل مرة، وهاي الأخطاء قابلة للتصحيح، عادي والله عادي. طيب بعد ما تبنينا عقلية عدم المثالية وعدم طلب الكمال، هلأ خلينا ناخد خطوات حقيقية عملية رح تساعدنا إنه مش بس نبدأ المهام تبعتنا ونبدأ الشغل عليها، بل وننهيها وننجزها مع بعض. يلا خطوة تانية، صغر هدفك أو ضاعف الوقت اللي أنت حاطه لتحقيق هذا الهدف. سمبل، بقولكم والله سمبل، الحياة طلعت. عادة لما نحط لحالنا هدف أو لما نيجي بالليل نكتب التودو لست تبعت بكرة، بنكون كتير متحمسين ومتفائلين وشايفين إنه إحنا إيش بكرة حنكون عظيمين وعندنا طاقة كتير، وإحنا بكرة حنكون شاطرين. فجأة ما بنعرف إحنا هلأ اليوم كسلانين، بس بكرة شاطرين ونشيطين وعندنا كل شيء نقدر نحقق فيه الدنيا كلها، فبنكون كتير متفائلين، فبنحط أهداف غير واقعية يعني، أو مهمة ليومنا غير واقعية إنه إحنا ننهيها بيوم واحد، يعني مش متناسبة مع جدولنا مع طاقتنا كبني آدمين. بعد الشغل أنا عندي طاقة مثلا محدودة إني أقدر أعمل أشياء معينة، ما بقدر أحط هدف مش واقعي. عشان هيك لما نيجي تاني يوم بدنا نشتغل على التدو لست اللي إحنا حطيناها وعلى المهام اللي إحنا حطيناها، رح نلاقي حالنا إنه إحنا كتير مستصعبين إنه أصلا نبدأها، وإذا بدأناها مش قادرين ننهيها. وعشان نقدر نتخطى هذا الإشي لازم نحنا بالأول نخفف الضغط على حالنا ونكون واقعيين لما نحط أي هدف ولما نحط أي مهمة بدنا ننجزها. وكيف منخفف الضغط على حالنا؟ هو بأنه يا نقسم الهدف للنص، يا إما نضاعف الوقت اللي إحنا حددنا لهذا الهدف أو لهاي المهمة حسب نوعية الهدف والمهمة. في أشياء ما حنقدر نقسمها للنص منضاعف فيها الوقت، في أشياء بسهولة رح نقدر نقسمها للنص. مثلا إذا حدا كان هدفه أنه بده يكتب كتاب وقرر وحط لحاله هدف أنه هو كل يوم يكتب 1000 كلمة، ومرقت أيام وأسابيع وشهور وهو ما بدأ يشتغل على هذا الهدف أبدا، لأنه الهدف بالنسبة له كبير وانتميديتنج، خايف 2000 كلمة من وين بدي أجيبهم، أوف كيف بدي أقعد، قد بدهم ياخذوا مني وقت، فعم يختصر على حاله وما عم يبداها اصلا، واذا بداها ما عم ينهيها. بالتالي هون لازم يقسم الهدف للنص ويخفف الضغط على حاله، وبدال ما يكتب 1000 كلمة باليوم يقول انا بدي اكتب 500 كلمة باليوم، رح يلاقي حاله انه قادر انه يقوم يقعد ويحط لحاله الوقت انه يكتب ال 500 كلمة هاي. وطبعا اذا ال 500 طلعت كبيرة برضه يقسمها للنص، ما في مشكلة، نحقق اهدافنا بفترة ابعد كتير احسن من انه ما نحققها ابدا. اما اذا عندك مشروع معين بدك تعمله بحياتك كبير وصعب انك انت تقسمه للنص، فهون الحل انك تضاعف الوقت اللي انت بدك تحققه فيه. بدل ما تقول انا بدي احقق هذا الهدف باربعة اشهر خليهم 8 اشهر، حتلاقي انك انت قادر انك تنهيه اكثر لانه الهدف صار واقعي اكثر. كثير ناس ما بيكونوا مرتاحين انهم يقسموا هدفهم للنص او يضعفوا الوقت اللي هم محتاجينه عشان يحققوا هذا الهدف، ولكن اسأل حالك شو أسوأ شيء ممكن يصير فعليا، شو أسوأ شيء ممكن يصير اذا قسمت هدفي للنص او ضاعفت الوقت اللي انا محتاجه عشان احققه فيه. مش أحسن إني أحققه بسنة من ما إني ما أحققه أبداً؟ وإذا حاسس وشاكك إنك أنت الهدف اللي حطيته واقعي ولا مش واقعي، كتير كبير وأنا متفائل ومتحمس ولا عادي، اسأل حدا واستشير حدا أنت بتوثق كتير فيه وبتوثق برأيه، قل له هل أنت شايف إني أنا أحقق هذا المشروع بست أشهر واقعي؟ إذا قال لك آه كمل، إذا قال لك لا معناها ضاعف الوقت، رد عليه وضاعف الوقت أحسن، تنهي والله قسما بالله. النصيحة الثالثة هي قرر شو بدك تهمل. قرر شو بدك تهمل بحياتك بهاي الفترة الزمنية اللي انت حددتها انك انت بدك تحقق فيها هذا الهدف او بدك تشتغل فيه على هذا المشروع او بدك تكتب فيه هذا الكتاب او ايا كان الاشي انك تشتغل عليه. ما بقدر اخلي اشي هدف واولوية بحياتي الا لازم في اشياء معينة انا كنت متعود اعملها لازم اصير اهملها واتصالح مع فكرة اني انا بدي اهملها بهاي الفترة من حياتي. كتير منا لما نيجي بدنا نحدد هدف لنفسنا او مهمة انه نعملها اليوم، احنا بس بنحدد الهدف وبس ومنقعد.
ننسى خطوة كتير مهمة، وهي إنه إحنا زي ما قررنا هدفنا وأولويتنا لهاي الفترة الجاي من حياتنا، لازم نقرر برضو شو هي الأشياء اللي بطلت أولوية، اللي عادي إنه نحنا نهملها، اللي حتنحط على الرف بهاي المرحلة بحياتنا لحتى ننتهي من تحقيق هذا الهدف. المثالية وطلب الكمال بتوهمنا إنه نحنا بنقدر نعمل كل شيء مع بعضه، وهذا الشيء غلط. عمره ما حدا بيقدر يعمل كل شيء. نحنا مش بس ما بنقدر نعمل كل شيء، إحنا ما بنقدر نعمل أغلب الأشياء. إحنا يدوب الأشياء اللي بنقدر نعملها كتير قليلة. وهون بيكون عندنا خيارين، إنه يا نعمل كل شيء ونفشل بكل شيء لأنه هذا الطبيعي وهذا الواقعي، يا نعرف شو بدنا نعمل وشو الهدف الأساسي اللي بدنا نركز عليه وشو الأشياء اللي بدنا نهملها هلأ بحياتنا عشان نقدر نحقق الهدف اللي نحن حطيناه. وهون بدي أذكركم بفيديو الشيء الواحد كيف تحصل على نتائج استثنائية في حياتك، رح أحطلكم الفيديو هون، تابعوا لأنه فيديو كمان كتير مهم. فكر بالموضوع زي إشارة المرور، في مهام باللون الأخضر، مهام رح تقربنا من هدفنا أكتر وتضمن إنه إحنا نوصل لهدفنا، وفي مهام باللون الأحمر، هاي المهام بتبعدنا عن هدفنا وبتشتتنا وبتضيع تركيزنا على هدفنا المهم، وهاي المهام لازم نهملها لأنها باللون الأحمر. وفي مهام باللون الأصفر لازم نعملها بحياتنا، ولكن عادي، ورح نتصالح مع فكرة إنه عادي هالفترة نعملها بطريقة سيئة، مش ضروري نعملها كتير بضمير هاي الفترة لأنه تركيزنا على المهام اللي باللون الأخضر. حدد شو هي المهام الخضراء بحياتك والمهام الصفراء بحياتك والمهام الحمراء بحياتك عشان تقدر تكون عارف شو هي المهام اللي رح توصلك لهدفك أسرع ورح تخليك تنهي مهامك وتنجزها وتوصل لأهدافك. النصيحة الرابعة هي اجعل الرحلة ممتعة، make it fun if you want it done. مثالية أو طلب الكمال ما بتجتمع مع المتعة. المثالية بتعتقد إن المتعة هي تضيع وقت، إذا هدفنا ممتع معناها هدف ما إله قيمة، أحسن لنا ما نشتغل عليه. هيك المثالية بتقنعنا، ولكن هذا الإشي غلط، وهالشي بخلينا نبدأ نشتغل على أهداف ما بتعني لنا وما بنشوفها ممتعة، لأنه إحنا بنعتقد إنه الأهداف الحقيقية واللي إلها معنى لازم تكون جدية، وحتى مش بس جدية لازم تكون تعيسة ولازم يكون فيها شقاء، يعني هيك فيها شقة. وإحنا بنصدق المثالية لما بتقولنا إنه الأهداف الممتعة هاي مش محسوبة، كيف ممتعة ومحسوبة أهداف حقيقية، لا لازم يكون في مأساة ودمار بالموضوع. ولكن لازم تعرف إنه المتعة مش بس مطلوبة ولكنها ضرورية عشان تنجز مهامك وتحقق أهدافك. بالتالي عشان أقدر أنجز هدفي وأنجز مهامي لازم دائما أسأل حالي بالطريق على طول، كيف ممكن أخلي هذا الهدف ممتع أكثر؟ كيف ممكن أخلي عملية شغلي على هذا الموضوع ممتعة؟ وفي طريقتين بتخلي الرحلة ممتعة أكثر أو بتخلي عنا حافز أكبر إنه إحنا نشتغل على أهدافنا. أول شغلة التحفيز بالمكافآت، وهون لما تكون النتيجة الإيجابية هي اللي بتخلينا نشتغل، هي الدافع لإلنا إنه إحنا في نتيجة معينة إيجابية مكافأة بالنسبة لإلنا بدنا نوصلها، منصب معين، مشروع معين، ربح مالي معين، سمعة جيدة، أيا كان، هذه نتيجة إيجابية إحنا بدنا نوصلها وهي اللي عم بتحفز إنه نحن نشتغل. أو النوع الثاني هو التحفيز عن طريق الخوف، وهون لما يكون الخوف من النتيجة السلبية، الخوف من الفشل مثلا، الخوف إنه نخسر مصاري، هذا هو الشيء اللي عم بيدفعنا إنه إحنا نشتغل. وما تنسى إنك بكل مرحلة بتتخطاها تكافئ نفسك، لما تكافئ نفسك بعد كل مرحلة صغيرة بتتخطاها رح تلاقي إنك أنت متحمس للمرحلة اللي بعدها وبدك تبلش فيها وتنهيها زي ما أنهيت هاي. النقطة الخامسة هي إنك لازم تتخلى عن قوانينك وشروطك السرية. شو يعني؟ كل بني آدم فينا مرات بيكون عنده قوانين سرية جواته تمنعه إنه يحقق أهدافه، زي مثلا أنا ما بيزبط معي شيء، أنا مش من الناس اللي بيزبط معها، أنا ما إلي حظ بهالدنيا، كل الناس بيزبط معهم وأنا ما بعرف ليش، أنا كل خطوة بحياتي صعبة، كل الناس حياتهم سهلة، أنا دراما. في عقبات عقلية بحياة كل واحد فينا عم تمنعه إنه يوصل لأهدافه وينجز مهامه، وهاي العقبات العقلية يمكن إحنا ما منلاحظها بس لازم نركز عليها وندور عليها ونركز بحياتنا ونشوف وين في عنا عقبات عقلية ونتخلص منها عشان نقدر ننهي أهدافنا. ولما تلاقي هاي العقبات العقلية اللي عندك موجودة بحياتك بدلها بقوانين حقيقية واقعية أكثر، راجع الشروط الغير منطقية اللي أنت حاططها بحياتك، أنا لازم أكون هيك عشان أقدر أعمل هيك، في قوانين غير منطقية إحنا بنحطها بحياتنا بتخلينا محصورين بمكان معين. وعشان تقدر تخطوا هاي الشغلة روح احضروا فيديو اللي عملته عن ليش احنا ما بنلتزم بوعودنا لنفسنا وليش ما بنعمل الاشياء اللي بنقول انه احنا بدنا نعملها. حيعلمكم هذا الفيديو كيف تقدروا تتخطوا على هاي العقبات العقلية. لما تقدروا تتخطوا هاي العقبات العقلية رح يصير طريقكم انكم انتوا تمشوا وتنجزوا مهامكم كتير اسهل.
فتخلص من قوانينك السرية والعقبات العقلية اللي انت عندك اياها اللي موقفتك هيك بمكانك. النقطة السادسة هي انك لازم تتابع نتائجك وتقدمك بخطوات ملموسة. شو يعني؟ المثالية وطلب الكمال دائما بتقنعنا انه اي تقدم احنا بنحرزه مش كافي، واصلا ما بتخلينا نشوف هذا التقدم، لانه تبعا للمثالية احنا اي شيء بنعمله شو ما كان حتى لو انجازات صغيرة هي بعيدة عن المثالية اللي احنا حطيناها والنتيجة المثالية اللي احنا راسمينها، فاي شيء مش النتيجة الكاملة المثالية اللي غير موجودة اصلا هو مش محسوب، ولكن هذا الشيء غلط. عشان نقدر نتغلب هذا الشيء لازم يكون في عنا معايير قابلة للقياس احنا نقدر نكون حاطينها ونقدر نقيسها عشان نكون ملموسة قدامنا انه في تقدم، انه هينا ماشيين بهدفنا، انه هينا عم نحرز تقدم، انه هينا ماشيين صح. زي شو المعايير القابلة للقياس؟ مثلا كم كلمة كتبت، كم خطوة مشيت، كم كيلو نزلت، كم منتج طلعت، كم فيديو نزلت، كم كتاب قرأت، كله طبعا حسب هدفك، مع كم شخص حكيت عشان أبيع المنتج تبعي، كله حسب هدفك. لازم تحط معايير قابلة للقياس عشان تعرف أني أنا والله هيني ماشي وهيني عم بحقق بهدفي بس شوي شوي، وهذا الشيء مش غلط. حاول أنك تلاقي ثلاث معايير تقريبا قابلة للقياس حسب هدفك أنت وقيسهم كل فترة عشان تقدر تحس بتقدمك للمثالية حتوهمك أنه مش موجود، ورح تتأكد أنه هو موجود. وهون لما نيجي نقيس تقدمنا بمعايير ملموسة ممكن نلاقي أنه التقدم مش زي ما إحنا بدنا، أو أنه لا في شيء غلط، إحنا مش ماشيين زي ما إحنا بدنا، إحنا متأخرين، أو تقدمنا غير كافي، أو إذا نضلنا ماشيين هيك ما رح نقدر ننهي هذه المهمة أو هذا الهدف. وهون بيكون عندنا ثلاث خيارات، يا إما بدنا نعدل على الهدف، بنرجع للنقطة الثانية أظن هي أنه نقسم هدفنا للنص، يمكن هدفنا غير واقعي أصلاً لما جينا نقيسه بمعايير ملموسة لقينا أنه هو غير واقعي، فيمكن لازم نقسمه للنص. الشغلة الثانية اللي بدنا نشتغل عليها يمكن الوقت، وهون برضو بنرجع للنقطة الثانية اللي هي يمكن لازم نضعف الوقت عشان هذا الهدف، يمكن الوقت اللي إحنا حطيناه مش واقعي. والشغلة الثالثة هي يمكن الخطوات، يمكن الزمن منطقي ويمكن الهدف منطقي، بس إحنا الخطوات والوسيلة اللي عم ناخدها لحتى نحقق هذا الهدف مش منطقية ومش أزكى خطوات ومش أكتر طريقة صح. فهون لازم نعدل واحدة من هاي الثلاث شغلات عشان نقدر يكون عندنا نتائج ملموسة ونقدر ننهي مهامنا بصورة أحسن. الخطوة السابعة هي احذر من يوم ما قبل النهاية أو يوم ما قبل الانتهاء. لما نكون بنشتغل على هدف وقربنا نخلصه، يعني فعليا هو بالخطوات الأخيرة قرب هدفنا بس يشوف الضوء والناس تعرف عنه، هون رح تلاقي إنه على الأغلب رح يظهر معاك أكثر من نوع من الخوف. أول نوع خوف رح تلاقي إنه حيظهر معاك هو الخوف من بعدين، الخوف من رأي الناس، الخوف من انتقاد الناس، الخوف من ردة فعل الناس إني أنا عم بعمل هذا المشروع إني أو إني عم بشتغل على هاي الشغلة. وعادة هذا الخوف بيوقف كتير ناس من إنها تنهي مشاريعها وتنجز مهامها، مع إنها بتكون مشتغلة عليها وشبه منهيتها، بس خوفها من البعدين هذا ومن ردة فعل الناس ممكن تخليها إنها هي ما تنهي وتعمل الخطوة النهائية الأساسية إنه هذا الشيء يشوف الضوء يصير شيء حقيقي ملموس. وهون الحل هي انك انت تتجاهل هذا الخوف، او انك انت تعمل هذا الشيء وتخليه يشوف الضوء رغم خوفك. ما تاكل هم شو رح يصير بعدين، اتاكد انه اي شيء رح يظهر لك سواء ردة فعل انت مش حاببها او انتقاد لاذع انت رح تعرف تتعامل معه، بس ما تخاف بيقولوا من البلاء قبل حدوثه، خليه يصير ولما يصير حتعرف تتعامل معه. ما تخلي هذا خوفك يحرمك من فرحة الإنجاز وفرحة إنك أنت تشوف مشروعك أو تشوف هدفك منجز ومنتهي. فحاول إنك أنت تتجاهل هذا الخوف أو تشتغل معه وتمشي معه، أو زي ما بيقولوا feel the fear and do it anyways. تاني نوع من الخوف رح يظهر لك هو الخوف اللي إحنا عم نحكي عنه طول الفيديو هذا، هو خوف عدم الكمال، إنه يمكن كان ممكن أعمل أحسن، يمكن مش كتير منيح، لا يمكن أنا فكرته منيح بس هو مش منيح هلأ بما أنه بده يطلع للناس. وهون اقنع حالك أنه أنت شو ما عملت عمرك ما حتوصل للكمال، عمرك ما رح توصل للنتيجة المثالية اللي ببالك. الكمال هذا ولا عمره حدا بني آدم وصله، وانت زي بقية البني آدمين كمان مش حتوصل له، بالتالي اقنع حالك انه هي نتيجة وهمية وغير موجودة اصلا. وبالعكس انت
حتى رغم عدم الكماليات اللي راح تكون بمشروعك او بهدفك اللي راح تنجزه، راح تلاقي مفاجآت وردات فعل حلوه من ناس انت عمرك بحياتك ما توقعتها، ولا عمرك راح تعرفها الا اذا خليت هذا الشيء يشوف الضوء. فاذا انت حتخاف من بعدين وراح تخاف من عدم الكمال، راح تحرم حالك هاي الفرحه. ثالث نوع من انواع الخوف اللي ممكن يظهر لك هو الخوف من الهدف. مرات كثير لما نكون نشتغل على هدف والهدف قرب يشوف الضوء، يعني مصقول شبه خالص، تلاقي انه فجاه بيطلع لك هدف جديد هيك. هذا الخوف رح يخليك تنسى مشروعك اللي انت شبه خالص اللي عندك اياه وتلتفت لهدف جديد هيك حيلفتك، وحتصير حاسس انه لا هذا المشروع ما لا مش قوي، يعني بدي اروح على هذا المشروع، هاي الفكرة الجديدة. وهذه الفكرة رح تحلى بعينك ورح تلهيك عن هدفك الحقيقي اللي تقريبا خالص. ولكن ما تخلي هذا الخوف يلهيك بهدف خيالي عن هدف حقيقي خالص. عمرك ما رح تعرف شعور الرضا والسعادة والثقة اللي بيجيك لما تحفظ وعدك لنفسك، تنهي هدفك وتنجزه وتخليه يشوف الضوء. هذا الشعور عمرك ما حتعرفه إلا لما تكمل الشيء للآخر، وتأكد إنه الأهداف اللي ما أخذنا خطوات تجاهها، والأهداف اللي ما اشتغلنا عليها، والأهداف اللي ببالنا بس ما أخذنا أي خطوات تجاهها وما أنهيناها، ما بتختفي، هي بتتحول لأشباح بتطاردنا. وبس هذا هو كل شيء كنت حابة أحكي لكم إياه بالفيديو. بتمنى أنه استفدتوا من الفيديو واستفدتوا من هاي النقاط، وبتمنى أنه هاي النقاط حتساعدكم أنكم تنجزوا مهامكم وتحققوا أهدافكم. قولوا لي شو خلال الفيديو كان الهدف أو الفكرة أو المهمة اللي ببالكم اللي بدكم تنجزوها، وكنتوا عم تركزوا بهاي النقاط عشان تحققوا هذا الهدف أو تنجزوا هاي المهمة. عندي فضول إني أنا أعرف. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لي لايك لأنه هالشي بيساعدني، واعملوا له شير مع أي حدا ممكن يستفيد منه، وإن شاء الله تكون كل مهامكم منجزة وكل أهدافكم محققة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.